ما شفت ابوك بيلعب كوره. اديكي شفت ابوكي ما بيغلبش. ظبطت الحكم حسن؟ ظبطته يا باشا. ظبطت الاثنين لايمان؟ ظبطتهم يا باشا. الواد الجون بتاع الفرقه الثانيه قلت له هوديه الاهلي؟ قلت له يا باشا. على بركه الله. سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مدحت شلبي يحييكم من استاد جامعه المستقبل، حيث تقام اليوم المباراه النهائيه التي تجمع بين جامعه المستقبل وجامعه العهد. هناك نجم جديد رائع قادم، مرجان أحمد مرجان الملقب بمرجان أو يقال ميمو الكرة المصرية الجديد. هنشوف نزل الفريقين بالفعل إلى أرض الملعب. الرحمن الرحيم. اللهم انصرنا. آمين. اللهم قوي من عزيمتنا. آمين. اللهم أبلنا من لدنك كورنر وبلنتي وهجمة مرتدة. آمين. اللهم ابعد عنا الإصابات. آمين. الشد العضلي وبلع اللسان وتمزق الأربطة. آمين. اللهم دمر الفريق الأسود ذو القلب الأسود تدميرا. آمين. اللهم يا ابني الماتش ابتدى بقاله ربع ساعة والفرقة التانية بتلعب لوحديها. يلا بدأت المباراة من محمد لخالد على يمينه. هوبا الله الله الله. في الدقيقة الأولى بتعمل إيه يا جون؟ 1-0. هدف جميل جدا جدا جدا. يتقدم فريق جامعة العهد على المستقبل. فينك يا مورجان؟ مصطفى بطن رجله استلم من هاشم. ماشي واشرب الخارج الحلوة وادي عليها يجيب جون. هوبا ضعيفة ضعيفة. ايه ده؟ ايه يا جون ده؟ فاتح البحر ليه يا ابني؟ فين طريقك فين؟ بيروحوا له منين؟ يا نهار ابيض اتلا شيء. كابتن العهد ماشي معدي اخد واحد والتاني دخل على المنطقة يجيب جون. هوبا ضعيفة. امسك يا هريدي. اخيرا هريدي. هوبا يا هريدي. روعة يا ابني روعة روعة روعة. رايح فين رايح فين؟ دخل الجون. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. بيدخن هريدي عليه العوض ومنه العوض. خلصت الماتش يا ابني. 3-0 لصالح العهد. ماشي امير من ناحيه اليمين احتكاك مورجان بالقلم. يا نهار ابيض ضربني وبكى سبقني واشتكى. كارت ايه؟ كارت احمر. امير بره. يا نهار ابيض. ضربه جزاء صحيحه لمورجان. تركيز عالي قوي داخل مورجان. هوبا الله 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 جوه الجول. الله عليك يا حبيب والديك. روعه يا ابني روعه. ارقص غني. الله اكبر الله اكبر. 3-1. ضربة ركنية العرضية العالية بإيده مورجان. يا نهار أبيض. هدف مارادوني لمورجان أحمد مورجان. برأسه ماشي برجله ماشي بإيده ماشي. سجد للمولى سبحانه وتعالى. 3-2. الشوط الثاني جامعة العهد يا ترى هيكون لها رأي تاني وهتتقدم على جامعة المستقبل ولا مورجان الملقب بميمو هيكون له رأي تاني؟ تعالوا نتابع ونشوف مع بعض. ضربة مرمى حلوة قوي المحمود على وش رجله طويلة وعالية جميلة جدا 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 على صدره ميمو. ميمو وجون. مفيش راية مفيش صفارة ترقيصة هي دي. هوبا في العرضة يا راجل. ينفع كده حسن؟ ما انا يا باشا ما اقدرش ارش العرضة. محمود ماشي من ناحية اليمين هيلعب العرضية. يا جسمك يا مورجان يا يمينك يا تامر. هوبا الله الله الله. 3-3. بوكس يمين. ايه ده؟ بوكس شمال. يا نهار ابيض. وقع تامر على الارض. هي دي التحية في بطنه. يا نهار ابيض يا مورجان ايه اللي بيحصل ده؟ ما لحقتش تتهنى ما لحقتش تتهنى يا حبيبي. اللهم اغفر له وارحمه. امين. اللهم اجعل مثواه الجنة. امين. عندنا دقيقتين وقت بدل ضايع. ماشي من ناحية شمال هيثم دبور. 3-3. هيلعب عرضية. هي دي. هوبا الله الله يا مورجان. بكعبك يا مورجان يا حركاتك يا مورجان. خلصت الماتش يا ابني خلصت الماتش يا مورجان. 4-3. جيت الدنيا ازاي؟ انت اكيد من عالم تاني. روعة يا مورجان روعة. مورجان احمد مورجان العظيم الفنان. كابتن مورجان ودي اول مره بتجيب الكاس للجامعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ان ربنا وفقنا وده نتيجه لمجهود متواصل حقيقه واحنا عملنا اللي علينا واحنا بنقول هارد لاك للفرقه الثانيه. والحقيقه احنا بنشكر الجماهير دي اللي فضلت معانا لغايه الاخر واحنا بنشكر كمان هيئه الحكام يعني الساده الحكام للقرارات الحاسمه الحقيقه اللي خدوها. وانا احب اهدي هذا الفوز للسيد الرئيس راعي الرياضه في مصر. مورجان مورجان يا جماعه دي اول مره جامعه بتاعتنا تاخد بطوله. دي احنا كنا مضروبين بالجزمه في كل النشاطات. انا النهارده مش عامل دماغ انما حاسس اني عامل دماغ رباني. بدي مريان اللي منتمة مع عمر. بس انا فضت لعمر ودلوقتي منتمة مع وائل. البنت دي ما بتهملش ابدا. الله مش دي نورهان اللي منتمة مع عدي؟ ما هي ما فضت له ودلوقتي منتمة مع محمود رئيس اسره نور الحق. هي من فوق منتمة مع محمود.
من تحت بقى. ما انت ما مع عمرو دياب. بل لو لم يكن لنفسك الا ادنى جزء من الحس لما اجاز لك ان تؤثري هذا الوقت الذميم. على ذاك السيد العظيم هايل. كويس قوي يا نادر، كله ماشي مظبوط. المهم من اول دخولك لحد ما ترجع تحت رجليها ده الجزء المهم قوي. ليه؟ قوي قوي. اتفضل يا استاذ مرجان. اهلا استاذ مرجان. استاذ محمد ابو داوود المخرج الكبير. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل حضرتك. من هنا يا دكتور. فضل. يلا بالتوفيق. الله يخليك. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. ايه عايز تمثل؟ يا ريت والله يا استاذ. طيب احنا بنعمل هاملت. ده حبيبي يا فندم. ده حبيبنا يعني. انت هتقول الجمله دي. لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. لا قولها تاني بقى من فضلك. لقد وقعنا في الفخ. استاذ مرجان. ايوه. شوف عشان تمثل لازم الاول تستحضر مكنون الشخصيه. هو الشخصيه مكنون؟ لا مكنون الشخصيه يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي اي شخصيه بيبقى لها ابعاد. ايوه. علشان اعمل الابعاد دي عشان اوصل للباعث فالاحساس يطلع مظبوط فده مكنون الشخصيه. كل ده في الجمله دي. بس انت تقولها كويس. طيب جاهز؟ جاهز. طيب اتفضل حضرتك على المسرح. هتقف في الكالوس هنا. فين؟ الفتحه اللي هناك دي الكالوس ده. ايوه. هتقف لحد مدير خشب مسرح هيقول لك اتفضل. هتخش تقول لقد وقعنا في فخ. اتفضل. يلا يا اساتذه كله في مكانه. لو كان البصر بلا سمع والسمع بلا لمس واللمس بلا شم بل لم يكن لنفسك الا ادنى جزء من الحس. لقد وقعنا في الفخ. لقد لقد وقعنا في الفخ. دي ماسكها ليه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا. ايه ايه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد هتخش امتى؟ هتخش دلوقتي يا استاذ. دي دخلتك. ازيك يا سيد العظيم. طب عايز اروح الحمام. حمام ايه دلوقتي؟ يلا يا استاذ. لقد وقعنا في الوخ. لقد تشحمنا في الشحم. لقد تلسوعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. رجعنا في الحج في المعنى. لقد وقعنا في الفخ. وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ يا باشا. ايه؟ ايوه حسن. لقد وقعنا في الفخ يا باشا. طب خد بقى هاملت اهو معاك قول له انت. هو بقول لك جائزة أحسن ممثل في الجامعة للطالب مرجان أحمد مرجان. أنا أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الفنون في مصر. حرام! 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 إن مرجان أحمد مرجان رمز من رموز الفساد التي يجب أن نقتصها من جذورها. لقد صارت الجامعة مكاناً لعرض مسرحيات الكاتب الغربي الإنجليزي الفاسق الفاجر ويليام شكسبير. إخواني إنها حرب الأفكار وهجمة الغرب على عقولكم. الله أكبر. محمود مستني سعادتك من الصبح. اهلا اهلا بزميلي الدراسه العزيز. ازيك يا محمود؟ اتفضل استراح هنا اصل ما بحبش قعده في المكتب. اتفضل يا استاذ محمود. ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا محمود. اهلا بيك يا حبيبي. تشرب شاي بالياسمين؟ انا صايم يا اخ مرجان. نسيت ده احنا في رمضان. صحيح رمضان ايه يا اخ مرجان؟ رمضان ولا انا الحمد لله بصوم اثنين وخميس طول السنه. اللهم قوي ايمانك. انا بحب الشباب المؤمن. انا عايز اشتكي لك. مصاريف الجامعه بقت كتير قوي. الله الواحد بيدفع فلوس كتير قوي في الجامعه دي.
انت عامل ايه في حكايه المصاريف دي؟ انا الحمد لله داخل الجامعه بمنحه تفوق. منحه تفوق. انت ساكن فين يا محمود؟ في البصراوي. فين البصراوي؟ بصراوي دي فين دي؟ ورا مصنع الكراسي. ورا مصنع الكراسي. والحتتين دول فين يعني؟ في امبابة. في امبابة عند مصنع الكراسي في البصراوي. اهلا يا حوده. اخواني، لا يجب ان تحركنا الاحقاد على الناجحين والمتفوقين. لقد هاجمنا هنا من نفس هذا المكان الزميل والأخ الفاضل ذو الوجه البشوش مرجان أحمد مرجان، ووصمناه بأسوأ الصفات، ولكن ما أن وضحت لنا الحقيقة حتى رجعنا عما كنا فيه وندمنا على ما فعلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. الجامعة بعيد هناك، التلتمية فدان اللي حواليها دي أرض فاضية تبع الجامعة برضه. مظبوط يا دكتور؟ مظبوط يا مرجان بيه. احنا هنقسم الأرض دي، هنا هيبقى في مساكن للطلبة المغتربين، ودي فلل للإخوة العرب اللي هيجوا يتعلموا هنا عندنا في الجامعة. نظام فندقي 5 نجوم. دي منطقة مطاعم، مطاعم كلها توكيلات أجنبية، مطاعم سوبر لوكس ممتازة. طبعا احنا مش هننسى أعضاء هيئة التدريس، ده انا عامل لهم شقق دوبلكس حكاية. العيال بقى بدل ما يصرفوا فلوس أهاليهم على الديسكوهات، انا عامل لهم هنا ديسكو. ديسكو في الجامعة يا مرجان بيه؟ بدم تحت عينينا وإشرافنا، المانع. وإيه ده؟ ده حاجة لله، ده جامع ومعهد ديني، هيبقى جنبيه كم محل كده لبيع ملابس المحجبات. أنا عامل هنا بقى شارع للعيال جوه الجامعة برضو عشان يعملوا فيه مظاهرات، بدل ما يخرجوا برا ويتخانقوا مع الأمن ويعملوا لنا زيطة ودوشة، يعملوا مظاهرات في الشارع، نجيب لهم شوية زلط على شوية طوب على كام كاوتش محروق على حاجات من دي، واخد بالك، ونجيب لهم كام موظف نلبسهم أمن مركزي، ونبقى كلنا مع بعضينا يعني. بس إيه دور الجامعة في مشروع كبير زي ده يا مرجان بيه؟ المشروع ده هيكلف 400 مليون جنيه. أنتوا هتدفعوا 200 وأنا هدفع 200. ايوه بس الجامعه تدفع 200 مليون جنيه منين؟ ده الميزانيه ما فيهاش ولا مليم. ما انتوا هتاخدوا قرض. قرض من البنك؟ لا، بنك ليه؟ انا هدفع لكم القرض وتبقوا تسددوه على 10 سنين من الارباح. مرجان بيه، الموضوع ده كبير محتاج لتفكير. ولا تفكير ولا حاجه، المشروع ده هيغطي تكاليفه بعد سنه واحده، وسيادتك هتبقى رئيس مجلس اداره الشركه اللي هتتعمل، يعني كل حاجه هتبقى تحت عينيك. انا هبقى العضو المنتدب، يا دوب امضي على الشيكات بس. نقول مبروك. احنا كلنا لازم نقف ونتصدر المشروع ده، مش هنقبل بأي حال من الأحوال إن الجامعة تتورط في صفقة مريبة وحقيرة زي دي. كلنا معاك يا دكتور. لو الصفقة دي تمت كلنا هنسيب الجامعة، لا للسمسارة، لا للعمولات، لا للفساد. لا لا مرجان لا. 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 ولا شفت في مصرع في الملقان، ودي دقن ننام فيك وحد جعان، حد جعان.
ايه اللي غيرك يا محمود؟ قول لي ايه اللي غيرك؟ الرجوع للحق فضيله يا دكتور. بعت نفسك؟ هو ده الايمان اللي انت بتدعو ليه؟ ما كانش عاجبك لبسي مش كده؟ والعربيه اللي انت راكبها دي جبتها منين؟ الاخ مرجان احمد مرجان راجل محترم، ولو سمحت يا دكتوره بلاش التلميحات دي. دي مش تلميحات، انت قبضت رشوه، اشتراك زي ما اشترى كل حاجه في البلد. من فضلك يا دكتوره انا مش مرتشي، ولو سمحت تتكلمي معايا كويس. يا خساره، كنت فاكراك عندك مبدا، لكن طلعت ولا حاجه. تجاهلوا مين انا؟ لا تروحوا تلوموا نفسكم. ما تحترم نفسك. ايه يا محمود؟ عيب كده يا جدع، انت في الحرم الجامعي. يلا امشي من قدام السعاده، امشي امشي امشي. يلا عوده الجيل الجديد مفيش حاجه عاجباه ابدا ابدا. نعم يا استاذ مرجان. خير؟ هدية بسيطة كده، حاجة على ما اسمه. بمناسبة ايه؟ اول عاشورة، كل سنة وانت طيب. وانت طيب، وجايب لي ايه بقى بمناسبة عاشورة؟ ده طقم الماس عشان الرقبة الحلوة دي، بدل الفلص اللي انت لابساها. اسمع يا مرجان، تعرف مصر تعدادها كام؟ 72 مليون نسمة. انا اخر واحدة ممكن تاخد رشوة منك. ما هو ما فضلش غيرك يا دكتورة، مصر كلها قبضت. اتفضل اطلع برا برا. مرجان، بقولك ايه، ما تيجي نتجوز بدل ما تحدي فين وحدي فيك وشغل الصيع ده. قلتلك ان مصر فيها 72 مليون نسمة، انا اخر واحدة ممكن ترتبط بانسان زيك. جيش يا حبيبتي، انت فين؟ انا بقالي ربع ساعة مستنيكي. الدكتور ابراهيم خطيبي، دكتوراه في ادارة الاعمال من كاليفورنيا. مرجان طالب عندي، بس لسه في سنه اولى. برافو، هايل حقيقي هايل، ربنا يوفق. ان شاء الله هيوفق باذن الله. جيش حبيبتي، يلا بقى. شوف يا هيما يا اخويا، انا راجل بتاع شغل، ما بحبش اللف والدوران. مرجان احمد مرجان معروف في السوق كله، انا اخلص اي صفقه في كلمتين ثلاثه. ده الحقيقه معروف عن سعادتك طول عمرك يا مرجان باشا. الله يخليك، انت راجل ذوق. انا عايز جهان، طلباتك ايه؟ انت ازاي تجرؤ تتكلم معايا في موضوع زي كده؟ ايه ده بس، اقعد الكلام اخده وعطى. اقعد اقعد يا استاذ ابراهيم اقعد. هو انا عايز جهان في حاجه كده ولا كده؟ لا سمح الله، انت مخك راح لفين يا راجل؟ انا عايزها معايا. سوري يا مرجان باشا، انا فهمت غلط. اكيد حضرتك تقصد انك عايزها معاك في الشركه. لا انا مش عايزها معايا في الشركه، انا عايزها معايا في البيت. ازاي تجرؤ تكلمني في حاجه زي كده اساسا؟ يا ابراهيم اقعد، يا ابراهيم اقعد، يا ابراهيم الكلام اخده وعطى يا حبيبي. اقعد، ما تبقاش عصبي، اقعد يا حبيبي اقعد. بس في عليك حاجات تعالى نحسبها مع بعض. في الهند انا عندي مصنع ازاز هناك، محتاج لواحد يكون محل ثقه زي حضرتك يمسك لي الشغل هناك. الاسلوب ده بقى انا فاهمه كويس قوي. اسف، لا اقبل. لا انت هتقبل، ما هو برضه لما يكون مرتبك 20,000 دولار في الشهر وتقعد لك 10-15 سنة هناك، تعمل لك خميره حلوه وتيجي هنا تعيش ملك. وحشه دي يا ابراهيم؟ يا ابراهيم عايز حاجة يا مرجان؟ إبراهيم بيسلم عليكي. إبراهيم مين؟ إبراهيم خطيبك. ده طلع الراجل لطيف بشكل. أنتوا بتشوفوا بعض؟ لا أنا أصلي بعته الهند عشان يمسك لي شغل هناك. إبراهيم سافر؟ سافر يكون نفسه. ما قاليش يعني؟ لا، ما هو أصلي وصاني كمان إن أنا آخد بالي منك وسايب لك الدبلة دي. اشتريته؟ ما تقوليش ليه هو اللي باعك. اسمع بقى يا مرجان، انت مهما عملت انا بقى مش هتقدر تشتريني. Thank you.
حضرتك الدكتورة شهام مراد؟ ايوه. الورد ده عشان حضرتك. انا ورد؟ كل الورد باكله. مين اللي بعته؟ اتفضلي حضرتك. شكرا. ايه ده؟ ميه يا فندم، في حاجه؟ هات لي ميه من الحنفيه. تحت امرك. اتفضل يا فندم. ورجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم في الحب، وعندي رسائل كتير. رسالة جات لي أكتر من مرة، مرجان بيحب جيهان. خلونا نسمع تملي معاك لعمرو دياب ونرجع لكم تاني. انت عايز مني ايه يا مرجان؟ عايزك. انت قلت لي الكلام ده قبل كده، قلت لك لا. انا فيا ايه مش عاجبك؟ ايه العيب اللي فيا؟ عيبك انك انسان فاشل وفاسد، واللي يرشي الدنيا كلها لا يمكن احترمه. انا ما برشيش حد، انا حاسس بالناس. انتوا هنا مش حاسين باي حاجه. الراجل موظف الغلبان اللي بياخده 300 400 جنيه في الشهر هيعيش ازاي؟ اكل، شرب، مصاريف علاج، مصاريف مدارس، وبلاوي زرقاء تانية كتير. هيعيش منين؟ ما هو يا اما يسرق، يا اما يشحت، يا اما ينتحر. والحكومه عارفه ده كويس. اوعي تقولي لي ان الحكومه بتدي له المرتب ده ومش عارفه هو عايش منين. انا منحاز لاصحاب الدخول المحدوده يا دكتوره. انت طبعا هنا تقبضي بالدولار وجايز يكون عندك دخل ثابت، بس انا بفهمك الدنيا ماشيه ازاي وبعلمك الحياه. مش كل حاجه هتقدر تشتريها يا مرجان. لا 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 لا، انا اقدر اشتري اي حاجه، انا موهوب في الحكايه دي. انت مش جبت امتياز في الثلاث مواد؟ الحمد لله الحمد لله، ده مجهودنا وربنا وفقنا ومن جد وجد. وريني بقى هتعمل ايه في امتحان الماده بتاعتي الاسبوع الجاي. عملت ايه؟ سعادتك ما عرفتش اجيب اسئله الامتحان. يعني ايه ما عرفتش تجيب اسئله الامتحان؟ امتحان ترمو في الجامعه بتاعتنا مش عارفين نجيبه؟ ده احنا بنجيب امتحان الثانوي العام لحبايبنا كل سنه. سعادتك دكتوره جيهان حطاه على سي دي وفي شنطتها ومحدش عارف يشوفه. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هو في حل سعادتك، بس انا مكسوف اقوله. يعني ايه هو؟ ان سعادتك تذاكر وامرنا لله. اذاكر؟ انت عبيط يا حسن هنداوي؟ اذاكر ده ايه؟ هو انا في دماغي الحاجات دي؟ يبقى مفيش سعادتك بقى غير حل واحد. حل ايه؟ ايه ده؟ دي ملخصات عصاره مجهود طالب شاطر قوي من انجب الطلاب في الجامعه. كنت برشامة حسن. استغفر الله. بتكتبش ليه؟ لا اصل انا احب افكر الاول وبعدين اكتب. يعني هما خمس دقايق وهتلاقي الورقه دي ان شاء الله مليانه على الاخر باذن الله. ان شاء الله. شد حيلك. ربنا كريم، كله على الله. برشام؟ لا ده حجاب
كانت أم الله يرحمها عامله لي لما كان عندي الحصبة. فين أمن الكلية؟ الأستاذ مرجان بيغش مع برشام. الأستاذ مرجان غشاش. تفرجوا عليه، خدوه على مكتب العميد. اتفضل، انت بتحاول تحقيق. قوم بيوتي، يلا كل واحد يبص في ورقته. اتفضل. نعم، جايين تشمتوا فيا، جايين تدوني درس في الأخلاق. خالص يا بابا، احنا مش جايين نشمت فيك، بالعكس احنا جايين عشان نساعدك. انا مش عاجز، مش محتاج مساعدة من حد. انا لو عايز انجح انجح بصباع رجلي، انا اللي مش في دماغي. لا لازم تنجح يا بابا، مش عشانك انت بس، عشان احنا كمان. وبعدين يا بابا احنا مش هنسيبك، احنا هنذاكر لك وهنرجع لك. اسمع عادي انت وهي، انا لا هذاكر ولا هدخل امتحانات، وانا الحق على اللي سمعت كلامكم الاول. اتنايلوا انتوا فلاحوا بس. يا بابا احنا مش عاوزين منك اي حاجة، احنا كل اللي عايزينه ان ابونا يبقى راجل محترم. يعني يا بابا احنا ما يهمناش انك تكون ملياردير او اهم رجل اعمال في الدنيا كلها، قد ما يهمنا انك تكون راضي عن اللي انت بتعمله. انا راضي عن نفسي كويس ومقتنع جدا باللي انا بعمله. يعني يرضيك يتقال علينا ان ابونا راجل غشاش؟ اخرس يا ده انت. لا يا بابا مش هيخرس، وبصراحة بقى بالمنظر ده احنا ما يشرفناش انك تبقى ابونا. عندها صدمة عصبية وحالتها مش مطمئنة، الدكتور بيقول انها فقدت النطق. يعني ايه يا دكتور؟ بابا عليها لو جرى لها اي حاجة يبقى انت السبب. انا هنقلها من هنا، هوديها اكبر مستشفى في اوروبا. تفتكر هو ده الحل يا استاذ مرجان؟ البنت لازم تخف باي ثمن. هترشي مين بقى المرة دي عشان بنتك تخف؟ بنتك بين ايدين ربنا، هتقدر ترشي ربنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة حسن، اطعم لي 650 مسكين حسن، ووزع بطاطين، وطلع لي 20 واحد السنة دي للحج. لا بلاش بالعبارة لا يغرقوا حسن، خليها بري أحسن. ماشي. آسف عليها، أنا آسف يا بنتي، أنا عمري في حياتي ما مديت إيدي عليكي، أنا ما حبيتش حد في الدنيا غيرك أنت وأخوكي، ماليش في الدنيا غير كنتوا الاتنين، الشغل وأنتوا، بوليس الدنيا كلها ما تسويش الإحساس اللي أنا حاسه دلوقتي، إن أنا أكلمك وانت ما ترديش عليا. يا رب كانت ايدي اتقطعت قبل ما تتمد عليك. بس انت كمان جرحتيني عليها. انا ما شرفكيش ان انا اكون ابوكي، بس انا مسامحك وهشرفك لسه في دون نوفمبر. ان شاء الله هذاكر وهنجح هشرفك. بس انت قومي فوقي عشان تساعديني وتذاكري لي. انا عايزك تكبري الجي وتروقي الدي.
عشان خاطري يا بابا اقرا ورقه الاسئله كويس واقرا الفاتحه قبل ما تجاوب. وبعدين خلي بالك ما تسرعش، ساعات الاسئله بتيجي لفه شويه. هات بقى بابا. هات يا بابا. هات يا بابا بقى. بابا عملت ايه؟ الحمد لله زي الفل، ابوك شرفكم. وريني كده ورقه الاسئله دي. عملت ايه في السؤال الاولاني؟ ما عملتوش. ليه يا بابا ما عملتوش؟ ده سؤال الاجباري. يا نهار اسود، هو كان اجباري؟ طب والسؤال التاني؟ لا ده كان اختياري ما عملتوش. ايه في حاجه؟ مبروك يا مبروك بابا، مبروك يا بابا، مبروك. جبت مقبول. جبت ايه؟ مقبول. مقبول يعني ناجح ولا صائب؟ ناجح يا بابا، ناجح. ايه؟ ايه؟ انا نجحت، انا نجحت. برجان احمد برجان. May I say a few words, please? Of course you may. Thank you. Please do. Thank you very much indeed. انا ذاكرت ونجحت. انا قبل ما اخش الجامعه كنت بأملك فلوس كتير جدا، ودلوقتي بعد ما اتخرجت انا حاسس ان انا بملك الدنيا كلها وما عليها، بالعلم وبالثقافه والفضل. كل الفضل يرجع بعد ربنا سبحانه وتعالى للدكتوره جيهان مراد. ايه ده تاني؟ لا 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 لا، دي الشبكه.